إذن هل ستتمكن إسرائيل من يعني العمل أو من الدفاع في أكثر من جبهة، خصوصا فيما يتعلق الفلسطينيين من جهة، واليوم يعني أيضا إطلاق يعني سواء كان إطلاق الصواريخ من مختلف الجهات، وخاصة أيضا مع ظل وفي ظل فشل القبة الحديدية في التصدي في الشكل الجديد من المسيرات التي أطلقت والصواريخ التي أطلقت على إسرائيل؟ إسرائيل عندها قدرة تدميرية هائلة، عندها قدرة تدميرية هائلة، هي قادرة أن تدمر. يعني ماذا حدث في جنوب لبنان في حرب 2006؟ تدمير هائل في لبنان كان للبنية التحتية، فهي قادرة على التدمير بشكل هائل. ولكن في نهاية المطاف ماذا تربح من ذلك؟ يعاد البناء في لبنان، أعيد البناء في لبنان في المناطق التي دمرتها، وتستمر يعني جولات. هي تستخدم القوة للانتقام. هل عندها هدفين اليوم؟ الهدف الأول هو الانتقام، والهدف الثاني هو البحث عن طريقة لاستعادة المختطفين واستعادة الجثامين الذين سحبوا إلى غزة. نعم، يعني تحدثت عن الأسرى دكتور، يعني إلى أي مدى أيضا وجود الأسرى سيحرك ملف الأسرى الفلسطينيين؟ وإذا ما يعني تذكرنا بأن صفقة شاليط لوحدها كانت قد حررت 1027 فلسطينيا، فهل ويعني قد تكون فعلا موضوع الأسرى هو الأساس للأسرى الفلسطينيين من ناحية، وأيضا لحماية المنشآت الحيوية في غزة وأماكن المقاومة، ولكن إلى أي مدى ممكن تحريك فيما بعد ملف الأسرى الفلسطينيين؟ يعني الأعداد كبيرة اليوم، يقال أن هناك أعداد كبيرة بالمئات، قرأت أنا بالمئات، وهذه الأعداد الكبيرة سيكون إسرائيل دولة ديمقراطية لليهود، وهناك انتخابات وهناك ضغط انتخابي، وهناك فكرة أن إسرائيل تتخلى عن قتلاها وعن أسرها، فهناك سيكون ضغط كبير جدا لاستعادة هؤلاء الناس والجزامين. لذلك فالوضع الفلسطيني في غزة قوي جدا بملف الأسرى. وبعد ضرب تضرب هل أمريكا تركيتهم يضربوا بغزة، ولكن في نهاية المطاف سيصل إلى إن بحاجة للتفاوض على موضوع الأسرى، وسيستخدم ذلك. يعني تورطت إسرائيل، والأمر الواقع هو أنها بحاجة إلى أن تبادل أسرى مع فلسطينيين. نعم، ويعني أيضا هل من الممكن يعني جني ثمار لهذه الحرب فيما يتعلق بالقدس ووقف التقسيم المكاني والزماني في القدس؟ يعني هناك الصهيونية الدينية المتفلتة من العقادها التي تحلم في بناء هيكل ثالث، وتعتقد أن القوة الإسرائيلية والدعم الأمريكي الغير محدود والموقف العربي منها الذي يريد علاقات دبلوماسية، فتعتقد أنه وضع قوي. يعني من يمنعها من ذلك؟ من يمنعها من ذلك أن هناك ناس على الأرض في القدس الشرقية وفي فلسطين هم، وحتى في 48 يعني هناك خطوط حمراء لهؤلاء الناس. يعني هم أغلبيتهم يعني في 48 مثلا هم مواطنين إسرائيليين لا يشكلوا تهديد للدولة، ولكن إذا دخلوا في موضوع ديني يعني معناتها البلد مفتوحة على كل الاحتمالات. وما يحصل اليوم عنوانه الأساسي ليس فقط الأسرى، وعنوانه الأقصى أيضا. فهذه الحرب هي الإسرائيلي يفهم أن عنوان الحرب الأساسي هو موضوع الأقصى، وثانويا حقيقة بعد الأقصى هي موضوع وموضوع الأسرى، ولكن الأقصى هو الأساس في هذه المشكلة منذ بدأ الصراع. يعني هم يحورون دورون الصهيونيين يعدوا أن الأقصى هو أساس المبنى الأقصي للهيكل المزعوم، هو أساس الصراع وأساس هويتهم، وينتظروا الفرصة المناسبة للاستيلاء على الأقصى وبناء هيكلهم.